بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله تعالى في جميع تنبيه بارك الله. يؤخذ من تعليلهم هنا في بعض المسائل ومما مر أنها جمعة لا تصح خلف من لا تلزمه، بس يلدو من دار شوكي نابي نائيا لدو مسافري إلا إن زاد على الأربعين، أقل سنة بتربي قيدي هو مانزاني هو يؤخذوك هو يؤخذوك وأن العدد ويؤخذ أن العدد بقاؤه أو المأخوذك بقاؤه شرط إلى السلام. ماذا أقول ما؟ شنك سكة. مما مرة أنها لا تصح خلف من لا تلزم إلا إن زاد على الأربعين. ماذا أقول ما؟ أو ما مرة كيا. وأن العدد بقاؤه شرط إلى السلام. أوش ما مرة يا؟ مأخوذة كما هي. أو يؤخذ أو نائب فاعل يؤخذ يا. ماذا أقول ما؟ أن فرض ما هنا فرزق سيئرة كغوتمان استخلاف درست اگر امام نجي بتار بو يكچي هنا زيد بي لسلكي امام اگر نجي بتار بو يجب ان زيخو لجمعي درست برند بي لسلك سي زياتر بي يؤخذ من تعليلهم هنا في بعض المسائل ومما مر ما مرت سيا أنها لا تصح خلف من لا تلزم إلا إن زاد على الأربعين، وأن العدد بقاؤه شرط إلى السلام، أن فرض ما هنا إذا كان الإمام زائدا على الأربعين هو أدي ندقد قطوان إلا إن زاد على الأربعين أو لي ما زاني دبي إمامك كما كديهن دي كان إمامي دوام دب تخليفي إمامك دبي لسلك سبتم زائد لأنه إذا كان منهم أجر هرلت سلكيبن بطلت بخروجه هروش إمام روين وشكام بتاربو لنقص العدد وأنه أقبل سر أن فرضي بخروجي إمامي بخروجي مأمومك أو مأمومك لو شكسي نناخو مأموم خارجني إمام خارج بو ولو خرج بحدثي مسلم مسألة كمان عقاب لأول مطرقين قديم قلت وان خرج الإمام لأن أو خروجني أو حتى زي إمام ونالين خروج ونالين استخلاف إذا كان إمامي إذا كان منهم بطلت بخروجه بخروج إمامي لنقص العدد وأنه حتى فلسل أن فرض ما هنا وأنه حيث لزم الخليفة الزهر أقل خليفة كان هوان بو دبين يجني وراني بكا مسألة لركعتي يكم في رانا جيجبو لركوع في رانا جيجبو لسمع الله في رانا جيجبو لتحياتي في رانا جيجبو وشترط أن يكون زائدا على الأربعين أو إذا مش زائدي على الأربعين بي وإلا لم تصح اقتداؤهم بي ولا ينافي هذا ما قالوه في صلاة الجمعة في الخوف أو سيئستا كدين دبي إلا لسل زياد بي منافيني دقر أقصي كقوتيتيان لنواجه الجمعي في الخوف لصلاة الخوف الزائز في الأمن أيضا لا أمنش صلاة الخوف بكي درست له الجمعي صلاة الخوف هي إزالة الرقاعي أقل نواجه كدورك عبي مسلم نواجه سمين نبي إمام ركعتك كان في ذكا إمام وش ركعتك كان تواكل إمام هرستاوا أوان يأتي مفارقة دينا زماعتك حرسا لولا إبرامبري دشمن دشمن لا قبلين يا أوان حرسا أو زماعتي ذكر إمامي بقربل نشوفه تواو دكان درون دسن أواني حرسا كان دين ركعتي دومين دكان إمامي دكان وشي قيش تتعياتي إمام دادا نشي أوان هردستا ركعتك هدي دكان لقال إمامي سلامي دادنا أو نجي خوفيا لذات الرقاعي أقل إمام نجي الزمعي كل وشي نجي صلاة الخوف درستا صلاة الخوف جدا مثلا بنم حشع كذب وصد كذب فانزاك سيديني ركعتي يكم ينفيدك لركعتي يكم دوام وشي أستانوا أو أنا إن يأتي مفارقي دين وسلام دادنوا فانزاك يلي كدين لدو إمامي دادا بستا أولا صلاة الخوف زمعي أوشيو
ولا ينافي هذا ما قالوا في صلاة الجمعة في الخوف الجائز في الأمن أيضا كما بينت في شرع الإرشاد. لا يضر النقص عن الأربعين في الركعة الثانية. لبندر إلى صلاة الخوف كي. قتدي الجماعة الدوامين. أجرسيك سجمن قيد بها. لو لا يرد به إلا نفس الزيادة. أو بمنافي. ولا ينافي هذا ما قالوه في صلاة الجماعة في الخوف. الزائز في الأمن أيضا. كما بينت في شرع الإرشادي. لبندر إلى ركعة الدوام. لصلاة الخوف كي جمعي. أجرسيك سجمن قيد ناكا. لأن الإمام ثم واحد نعم. إمام يكسر نجهن وجد زارانا أو سيادة قتل كيفيشان هنا حفتة أدي والكل تبع له وهذا ليس موجودا هنا ليرانا ونيا ليردو إمام وأفتى بعضه بعدك فتوى عنده في من أحرم ب39 سيونوكس لدو إمام يقول بإمام الرابو نتسل إيه فاقتدى به آخر في الثانية لركعة دوام يكك هاد لدوي دابستا أو بو نتسل أو فرمود خلبان أنش قال يدو إمامه هذه الدنيا دي إمام روي يكتش كده خليفي أخوي أخذ لسترو فرمي جاي كان فرمي أنه ليس إمام من كل وجه دستي بيشتر بحث أبيع كده فرمون بهش شوي نابت إمام هاركو وين خليفي خليفي أبزا قويك إمام نيا كما دل لأن الإمام ثم واحد بغي. والكل تبع له وهذا ليس موجودا هنا لأن إمام واحد نيا دو كسا دو أخبار دو كسا خو دو إمام دو إمام نيا ها لحش لسسر ودعي بيشت فرمي الصورة كي دو إمام وزبالة عند أحكامات نجيب إمامي لأن الإمام لأن دل يكفي ويردونا فرق كي أوه وأفتى بعضهم بمن أحرم ب39 فاقتدى به آخر في الثانية لركعة الدوام يكشكي لدو دابس تابون السلكس فأحدث لازم نجي شكا إمام فاشي دابس تاني هوبون السلك أو زد لازم نجي شكا واستخلفه يكشي لزي أو كابريت بابايا هنا لزي أخوي دانا اي اتمول جمعته جمعه سعيبينيا سعيبينيا سنجبونو ثلاث زهر اتمول جمعته لو لقيام المأموم مقام الامام سنجي مأمومك بوزي امام امام روي او كابرش تازنهاب او بنوس لانه باقتدائه قبل الحدث هذه سنجي اقتدائك بامامي قبل الحدث قبل حدث الامام هذه قبل حدث الامام دايبس واتفاق تدا باخر في الثانيه فاحدث فيكل وتعقيبه فاشي اقتدائي او زح حدثك لبرهندي انسحب عليه حكم الجماعه في بقاء العدد لو بقاء العدد هبو نفسر دون إدراك الجمعة بل جمعي لو بناك ولو خوي لو خوي لاختلاف الملحظين سنشي ملحظ من زدايا جمعة بابكة دبي لركعتي يا كامرا دقى إمامي دابي يعني أقد رنجش هاتي حتى السلام دبي دقى إمامي دابي أو ملحظي إدراك الجمعي أوايا بلان ملحظي بقاء عددي عدد أوايا سلكز قرش لك التوى وما اقتضاه كلامه من جواز اقتدائهم به مع كونه ليس زائدا على الأربعين في نظر اي ابزا فيه نظر كلامه كلامي وما اقتضاه وما اقتضاه كلامه كلامي نووي كلامي نووي كلامي نووي شيقاني من جواز اقتدائهم به درست اقتداء بو بياوي بكان اريد من كامام رايتشا بو دوي هاد مع كونه ليس زائدا على الأربعين دبي اجز زيدش نبي لسا أربعيني درست فيه نظر او نظريتي داهية نظريتي داهية واما حسبانه من العدد حتى لا تبطل جمعتهم لو أتموا فرادا أو فمتزون وما اقتضاه كلامه من زواز اقتدائهم به كي اقتداء في بكار بو كابري كبو دعي هنايتي زيدش ديال ستسيلي سوشي أمو لبيش أحمود زاري بطبان دمي زيدمي أو زيدانية أو نظري تداهي ما ندرسني الرأي أو هيا شيخ ابن حجر رأيه هو أبتع بعضهم خو سخويني أو بو أبتع بعضهم يدار الرازين وأبتع بعضهم في من أحرم ب39
أما لبيش ده قوتمان ده بيه عموي زياتر بي تنبيه لأول درسه يؤخذ من تعليلهم هنا في بعض المسائل مما مر أن لا تصيح خلف من لا تلزمه إلا إن زاد على الأربعين وأن العدد بقاء شرط إلى السلام أن فضل ما هنا إذا كان الإمام زائدا على الأربعين أدي أو أفتى بعضهما إمام زائدين الأربعين نبي درس نبي أجل له في رازين الشيخ ابن حزر دفر منه مقتلاه كلامه كلام إمام نوويش أقرب مقتلاه وابو قيني خوب السنة عدوه نقوت يا من زواز اقتدائهم به مع كوني ليس زائدا على الأربعين نزل اتداها أدي لغة قوت زمن الجوان درستا وما حسبانه من العدد حتى لا تبتلت جمعتهم جمعتين بتارنية لو أتموا فرادا أقرب الأخوان بتنب بتواوكن هم التزهون أو قيدي دبت الجمعة ركعت كان دقي إمام قديم كن ركعت كذي كجبار وخبتني ويراعي وجوبا الخليفة المسبوق إذا خليفة زارية مسبوقة ركعت دوام في راده أو خليفة نظم المستخلفي نظم إمامك إمام سيدك الأجمابة أو إيش عيني دبي وش إمامي بك يعني الأولى وإن لم يستخلف با استخلاف شيء نكل بس تجي قط ما زاري خل بخود استنزي ماذا قلت با إمام رأيك الشعبي يعني مأموم رأي فاري بودا لأنه التزم ذلك بالاقتداء به شون شيء توم آدم اقتداء به كل مفشي وقتي تازه دبي أقول له أو إمامي بروي أو اللي تبوي رأيك لأنه اللي تبوي رأيك يراعي هذه لو يراعي لأنه التزم ذلك بالاقتداء به هذه مسبوقة كي اقتداء به نكلم بإمامك بإمامك روي لا زد به إلا بقص إمامك بك مثلا فإذا صلى بهم ركعة أولا ركعة دوام في راقش ركعة شكر إيه أقرب جاي خوي بده بحصتي تقول ركعة دوام نبي وبكى تشهد بعدانش التحيات لوان بخيني أي جلس للتشهد وجوبت أي بقدر ما يسع أقل التشهد والصلاة اللهم صل على سيدنا محمد كما هو ظاهر إيه وقرأه ندوان وأبغى التحيات إيش بخيني إيه أزوجش تحياتك خلاص هو وأبغى التحيات خلاص هو راض أو هالشيء اللي ذكر أما إحنا من حدس ما هو دانش، هو دانش نسمع ركعتك كم واحد، ركعتي خدها كابوس زديت وكنا وانو رسله ما تدري، بدز إشاريكه، وأشار الخليفة عدي، ندبل، فإن ترك أدي أجب أخو إشارتي نكر لم يبعد ندب ذلك لغير لغيره، بعلم دي أوهام كان. قوام كان الخو بخوي مسلم أو غيره يعني مسلم يعني عالم دي بريكورا راوسن دانش الناس ها دقى إمامي نزير ما مرة وشقسة شيء بيش عن ما نقول أن من أحرم عن يسار الإمام أجا يقلت سائل لا يتسفى إمامي دا بستا سنة له إمام رايش شبين دراستي ولغيره من مسلم أو غيره تحويله إلى اليمين عالم دي رايش شن أبيش دبي ما دام يستبع عالم دي أو هاي اليمين أبيش دبي وظاهر المتن وغيره ندب إشارته واجبني سنة وإن علم أن من وراءه لا يخفى ذلك عليهم ولو برزاني أوانك ورايبين علم مثلا خنديت يعني دزانن هر إشارة حربك باشا لو لا يخفى عليهم بوجه وعليه وعليه فيوجه بأنهم قد ينسون أو يظنون سهوه نبير ذا كان يعني وادا زارن أو إمام السهو يكر لبا عنده با أو هيا شعرين كما نعم قدانشن حتى عمن ركعتك يخون دكم أو زهن جيبه كون يجيك خلاصك وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا يعني يأتي مفارقي بينا يعني انتظار مكان حتى أو ديتوا فيك والسلام ليفارقوه وتزبوا أو بدون رجع، يان مفارقة يان انتظار، زار إيه مفارقة واجبة، كنجي إن خشوا خروج الوقت، هندرنجو ده هندرنجو، أجر انتظار إمام يان كدبايا نجع عصر بانجي ده، نزوزو نجي مفارقة بابي، وإلا أجر كات مابو لم يكره خراب نية، خراب نية مفارقة يمكن، خراب نية. يعني درسته ورقاه أو ينتظروا سلامه ليسلموا معه يعني بقى انتظار بكن
وهو الأفضل أو باشترا ثم يقوم إلى ما بقي ثم باش إشارك وش إشارتك ثم يقوم إلى ما بقي عليه من ركعة إن أدرك الجمعة بناء على ما مر عن البغوي أو ثلاث إن لم يدركها إدراك هنا كده مسألة لا سمي الله يوقف قبل الركعة يشتبو إذا لم نبي سير ركعتان بكرة يعني ركعة تجمي لغير بغوي ده يقول دبي سارا بكا سيدي كبكا نوران بكا إشكال عبو لو مسألة أو إذا أقام برين زمعي وما ده كوي يق ركعة دي بكا بسا أقام برين زمعي وبنا كوي سيدي كبكا على كل با انتزاري بكا نو حتى أجدته كنا وقوله ليفارقوه أو ينتظروا أو يحتمل أن يكون من جملة ما يشير إليه لا إشارة كي ليفارقوه أو ينتظروا أوها بكا معنى عزولي دانشن عزولي أمرو لا إشارة كي ليفارقوه أو ينتظروا إشارة كي أوها بي داي شخينوها يعتمد أن يكون من جملة ما يشير إليه وعليه ففهم التخيير من الإشارة ممكن هل إشارة كي راتب قن كامل بكيف يخوى ما حزم لي مفارقه بكم يعني حزم لي انتزال بكم كما لا يخبى أولاك ويحتمل احتمال شيها أن يكون بيانا للحكم المترتب عليها يشير إليه بإشارة لوكا أو زي حنجي حكم شرعي سيا أو كيف يخوتيان يعني مفارقة لكن يعني أوتيا انتزار لكن معنى موابي فلا اعتراض عليه اعتراض لمسنفينيا خلافا للزمعين خلاف للزمع علماء شيء سوينا اعتراضيا لإمام النووي قرتيا لما تنكي اعتراضيا قرتيا أشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا اعترض على المسلي بأن التخيل المذكور فيه غير مفهوم من إشارة المسلي أو أنا قلت يان دلو أشار إليهم معنى أن ولدائتوا إشارتك يان بمفارقة بي يان بانتظار بي إشارة أو مفهوم نية إشارة هر معنى إشارة تدا أو معنى تدانية معنى يعني مفارقة يعني انتزار إذا أرجع ذاته درى أو يفارق وينتظر دو معنى هي معنى إيه إشارة يا معنى بيان حكمك يا كاكبا إشارة أو معنى تدانية بيان حكمك مش خير وقضية المتن عدم صحة استخلاف مسبوق زاهل بنظم صلاة الإمام أفي لما تنكي تصدقه إمام النووي فرمو ويراعي المسبوق نظما مستخلف هذا يقول نظم مستخلف إن الثاني نابي ديار الدرس دي نظم مستخلف الرعاية بكا هي أقول نظم مستخلف إن الثاني إمام لركعتية كما دوا مسيا مسيا راز لو قربو كوراني دهات راز بليان قرد لزي إمام يندارا نازل أو درس نيا هذا مصيحة استخلاف مسبوق زاهل بنظم صلاة الإمامي وصححه في الروضة روضة شو دري لكن رجح في التحقيق هبخوا إمام نووي الصحة قوتيتي درستا واعتمده الإسنوي وغيره إسنوي وغيره وش قوتيتان ويا إيه إذا باشا مادم هو نازاني تكبيري تسيا دبي هل كرتا أو رمضاته وداخو مأموم سلكا وعليه فيراقب من خلفه دبي تماشي أو رمضاته أو هاتي تساورش بدا داخو مأموم سلكا دبي جبجي والبكا إيه فإن هموا بالقيام أقول أهو أحد استعنوا قام بحسي توا وإلى قدانشتن بقعد بأجدا بنشي وفي الرباعية أقول نجك نجي تسار ركعتي بي إذا هموا بالقعود أقول قاعد سنشي أما قطمان أو استخلافا خو إلى لزم عينية لنجك عندي جدبي وفي الرباعية إذا هموا بالقعود أقدانشتن قعد وتشهد معهم إيه ثم يقوم أو زي اللي بقى بارخو حسي تون الجخو توكا بارخو الجخو توكا فإن قاموا معه أقد قوي حستانوا علم أنها ثانيتهم
في الرباعية إذا عموا بالقعود قعدا وتشهد معهم ثم يقوموا فإن قاموا معه وشو هستاوا أو عند قوي هستانوا ديار وقت خدا نشن كان غردوا علم أنها ثانيتهم وإلا أدي قد قوي دعنا نشنوا أو لو خوي هستاوا بتنكر علم أنها آخرتهم أو دا زاني ديار وقت تحياتي أخيريا أو هم نجل شي بيسروا ورا شو أقولون جانتر أوان دانشة تماشاك أوان دانشة نيان حسن أوان دانشة دانشة أتوش دقر أوان دانشة دقر أوان دانشة إيه دقر أوان دانشة وش تحياتك أخلاص بو أتو مسبوقي بيأسمو نبي حستي أوان حستي أوان دقو خط حستي أوان أوان جاكتو حستان أوان أقد قتو حستان وديار وتحياتنا أوان ديبو أقد قتو عدنا حستان وخوان كركر وديار تحياتي آخرية أتو نجي خط أوكا لدو يعد قرهم سلام ودو أو زعيد هو معنى يعني كل اجتهيتي بدأ سنية إلا أو تمشيم أو ما عندك ده هو أنزل كان أبيش ودك وقت خوي لسا زدي سهوي قلت ما خارج دبي بقناعة خوي إجمك لأنه يجي نابي برجي الزيلاني بكا يعني كابراء المريعة يدورك حتى ذكر ديا كتكر ديا برجي بكا نابي وما نقول هو منافي بري ولا منافي هذا ما مر في سجود السهوي أنه لا يرجع لقول الغير ولا لفعله وإن كثورا ما غير كان زورج برجي المكا لو ليرا برجي دكا لأن هذا مستثنى إيرا مستثنى لضرورة توقف العلم بالنظم عليهم أقا برجي وانا كتسبكا أبو خوي درنك هاتي إمامي أنا ديتي أي أصالة لضرورة توقف العلم بالنظم عليه علم بالنظم عليهم متوقف للسنوان أصالة ما دام وامي فلا ينافي أن له اعتماد خبر ثقة غيرهم وإشارته أو اعتماد أصلي لسر أو معمومان الددا برن أذر فيها وش الثقة غير وان ببركرة ما مستا أو بيش ترك حتى شاب كذي أقال له خوبي مثلا هو ما نعنيه بس يوانش مكا قيديني بس كابر غيرش مكا قيديني فلا ينافي أن له اعتماد خبر ثقة غيرهم ينخ إشارة كما في المجموع عن البغوي وأقره قال عنه أي مجموع در البغوي دجرتها كما لو أخبره الإمام أي الذي بطلت صلاته أن الباقي من صلاته كذا فله اعتماد خبر اتفاقا أو إمامي وش الروي أينين أزيخو بيدر دري أقال لي بأمرك حتك مكردية أو زور باش ولا ألزمهم استئناف نية القدوة بالمتقدم بغيره أو بنفسه بغيره متقدم بغيره رأي تشابه أو بنفسي أنا بخوي حاده في الجمعة وغيرها. الجمعة بغير الجمعة بما دام كابران هنا زي إمامي نيته كينا وتولو معمومات. كما اقتضاه كلام الحاوي وغيره. لكن الذي بحثه الأزرعي واقتضاه كلام الشيخين وغيرهما أنه متى لم يقدمه الإمام. أجر إمام تقديم كذنيتي ناوي. بس أجر بخوي حاد يعني معموم هنا لزمهم استئنافها. دمين يتشكبينه. سيرشيان باشترا. والذي يتزيه الأول. سأولي بقوة ترا كنائي. لو لأن إلزامهم له الزريع على نظم الإمام مطلقا. هذه علماء نقول. قطوان ويراعي نظم المستخلف معنى نظم إمامك الرعاية الدكاء هو صريح في أنه تابع له ومنزل منزلته نازل ومنزل إمامية كما إمادم ونازل ومنزلة وإذا كان كذلك لم يعتزل اقتداء به إلى نية كما هو واضح ولا فرق في غيرها أو حتى على البحثين يوجد زمعة ما ذكر أدي أقول زمعة نبو نوجد كانت كبو غير زمعة يبو بينما نقتدى به اقتداء في كتب إمامي قبل خروجه سبش رويش نبي ومن لم يقتدي به إلا عند تخالف النظم إلا لكن تخالف النظم اقتداء في كتب إلا عند تخالف النظم أو فرقك يا ولا فرق في غيرها بين من اقتدى به
قبل خروجه ومن لم يقتدي به. هيس فرقينيا إلا عند فرقك أولا إلا عند تخالف النزم. لتخالف النزم فرقها لتخالف النزم فرقها للأي فيلزم استئناف النية. تخالف النزم يعني نزم نوش يعني زدابي نزم نوش أقول نزم نوش يعني زدابي مثلا نقول أقول ركعتي يكم في راقش أو نزم يعني يكم أقول ركعتي دوم في راقش أو نزم زدابي أو زاقة نزم زدابي دبيني تشكبيني أو فعل ركن يعني فعل ركن شي أقول كردبو فعل ركن شي كرد خليفك ماذا أقول بنا دبيني اقتداء في بينا كما علم مما مرة هروشي لبيش وما زانية أي في الشرح ولا يستخلف الجمعة وفيما ولو فعله بعضهم أوها بأن انفرد بركن أوها أو فعل ركن معموم عند ركن يعني كردبو بيش أوي خليفة به أو ذا خليفة هاد أو جد بين يتداب نيتشد بينه أو لبيش أو قوت يعني فعل ولو فعله بعضهم ففي غيره أقد جمع نبو يحتاج من فعله لنية دون من لم يفعله وفيها أجر جمع أبو إن كان غير الفاعلين أربعين وهو أجر ركن شان كرد واجب دبين أبي ركن كدي دبين يتبين وإنما يجوز الاستخلاف أو التقدم قبل أن ينفرد بركنين دبي ركن ينكر به ولو قوليا على ما اقتضاه إطلاقهم وإلا امتنع في الجمعة مطلقة وفي غيرها بغير تسديد نية اقتداء به أو عبارة بيشان أجر ركن ينكر يعني مأموم مكان مأموم ركن شكر دواء خليفهات دواء خليفهات وواجب استئناف أو واجب دبي استئناف نيتي يعني نزم نيش يعني مخالف بلا خلوة دي سانة دبي نيتش الكبين بلا خلوة صلى الله على سيدنا فنما تاوق بانجا ولا يلزمهم استئناف النية في الأصحي ايه لتنزيلهما لتنزيلهما سنشي تسبى خوي بتسبى غيري بتنزيلهما معنى أوعى هردو كان منزلة الأول في رعاية نزمه وغيره ما دم نيتي نعي نعم ينبغي ندوها وباش نيتي بين نيتي شنوه خلزا من الخلاف وصلى الله على سيدنا منزلي أول أول أنا إمام قربان ها إمامي أول أول إمامي أول إمامي أول يا روج إمامي الثانية بلى تقول اليوم هتسني السنية ها خايف ما دام أول الثاني بي خايف من لأنه ليس إماما من كل وجه من كل وجه هو من كل وجه لا عنده وجه على الهواء قربان خرج منزلي جزئية من بكرة أتوقع أنك رأي.